هذا البوص اللي انا بقصه. ليش بقصه؟ عشان لقدام بتلاقيه نشف. تمام، هذا هو البوص اللي بلزمني. طبعا باجي انا كل يوم هان على المكان هذا، كل يوم الصبح باجي باخذ قدر المستطاع. عندنا عند الزرع قدر دخل فيها. أنا هوايتي صنع اليرغول. طبعا باجي على المكان هذا باخذ منه البوص الناشف فصل الصيف. طبعا البوص اللي أنا بدي إياه باخده أحجام، طبعا مش حجم معين باخده، وفي مراحل تجميعه بجمعه وبقطعه هنا في المكان هذا، وبعد هيك بروح على بيتي وببدأ أصنع فيه. خليك مسكها زي ما انت خليك زي ما انت كل يوم وكل مدة مدة يا حبيبي مرة تنفخ فيه. طبعا بعد ما اروح من الواد باجي هان على بيتي بصنع اليرغول، ببدا تصنيع البنيه الصغيره، بعد هيك بتجه لمرحله فتح اليرغول من الداخل، ببقى فيها طريق مسدد فبفتحه بالسيخ، بعد هيك ببدا افتح هو السلم الموسيقي. الفتحات السلم الموسيقي بتكون من 6 فتحات دو ري مي فا صولا، بعد هيك ببدأ اني الف عليهم التب واجهزها. بعد ما افحصهم 100% وتبقى الامور تمام عندي، بروح على بحر غزة وهناك بسوق الاتي وبعزف وببيع. اغلب عزفي انه على الشغلات الفلسطينية التراثية، لانه اليرغول هو تراث فلسطيني طبعا، ولا زال لليوم بيستخدموه في المناسبات السعيدة مثل الحفلات البدوية في الدحية في الامور الافراح. طبعا النغمات اللي انا بعزفها هي اغلبها نغمات فلسطينية. طبعا اقبال الناس بفضل ربنا جيد جدا عندنا في قطاع غزه، انه في ناس كتير كتير بتهتم وبتشجع لموهبتي وبتشجع لشغلي اللي انا بشتغله في ظل ظروفنا الصعبه، انه ما في توافر فرص عمل. اليوم ضمن جولتي على شاطئ بحر غزة والكورنيش خاصة يعني، وتفاجأت انه لقيت اللي هو المعزوفة هذه اللي هو اليرغون
هذا من عادات وتقاليد أبانا وأجدادنا في القديم، اللي كانوا لما كانوا ماشيين أو كانوا قاعدين في الأرض أو على البحر أو في مكان شبابي أو مكان من التراث القديم الختيارية أو ما قبل الجيل القديم، كانوا ينبسطوا لإشي زي هذا. يعني كتير إحنا انقرضت هذه الحاجات هذه، سواء الشبابة أو العود أو اليرغون أو المعزوفة هذه، تفاجأت إن لقيتها موجودة مع أحد الشباب الموجودين وبيعيدوا تدويرها وصنعتها من جديد. هذا بالنسبة لي أنا لما بكون زهقان بعزف عليها، بطير همومي، أنسى كل حاجة. لما ببقى قاعد على البحر لازم أنا أعزف عليه عشان أنسى إيش الماضي وأنسى إيش حاجات يعني أنا متضايق منها.